كلام الناس اللي وعد بنشر أسماء ملوثي نهر الليطاني ينشر هالأسبوع بالأسماء الشركات والمؤسسات اللي عم تقوم بتلويث نهر الليطاني. وبنبدأ بقضاء بعلبك. البلديات اللي بترمي مياه الصرف الصحي بشكل مباشر على نهر الليطاني هي المؤسسات والمزارع والمعامل الموجودة بقضاء بعلبك واللي ما عندها محطات تكرير وتصب على الليطاني بشكل مباشر هي مزارع ألبان لبنان، مزرعة أحمد توفيق سلمان، معمل فيصل يزبك لأحجار البطون. أما ما تبقى من المعامل اللي بتصب بالمجاري الصحية وبدورة تصب في النهر فهي بقضاء زحل البلديات اللي بترمي مياه الصرف الصحي عن طريق قنوات عامة تصب مباشرة على نهر الليطاني هي أما فيما يخص المؤسسات فتبين التالي: تصرف المياه المبتذلة بشكل مباشر إلى نهر الليطاني المعامل التالية: معمل سوكومو، علي البزال، مسلخ السيد، معمل بايونير، كونسيرفا شتورة. تصرف المياه المبتذلة عن طريق قنوات عامة تصب مباشرة بنهر الليطاني المعامل التالية: غضب، مسلخ شعبان، تامو تشيكن، معامل الحجارة، منشر حجر نورية، معمل أبو ديب حيدر، مؤسسة التن، مؤسسة سروجي، مؤسسة عبده وبلال فليطي. أما المؤسسات حيث المياه المبتذلة اللي بتصرف إلى مجرور عام ومن ثم إلى نهر الليطاني فهي أما فيما خص المستشفيات الملوثة للليطاني فهي خوري، تل شيحة، اللبناني الفرنسي، زحل الحكومي، شتورة، المياس، الرحمة، العبدالله رياء. أما المسالخ الملوثة للليطاني فهي السيئلة، أحمد الحريري، الحروك، جان صعب المعلوف، مسلخ شعبان، وسماحة. أما المطاعم في عنجر الملوثة للليطاني فهي مطعم الشمس، ليالي الشمس، شلالات عنجر، ونبع عنجر. ننتقل لقضاء البقاع الغربي حيث البلديات اللي بترمي مياه الصرف الصحي بشكل مباشر على نهر الليطاني المرج والروضة. أما المعامل اللي بتصب مياه المبتذلة إلى الصرف الصحي ومنا إلى مجرى الليطاني فهي ألبان ربوع تعنايل، ألبان روابط تعنايل، ألبان زهور تعنايل، ألبان سنابل تعنايل، ألبان غدير تعنايل، ألبان كنوز، ألبان كوينز، ألبان معالي تعنايل، ألبان وأجبان الشموري، منشرة حجر وسام شاهين مفرق المرج، مزرعة أبكار حسين الحج الروضة. هالأسماء هي بعهدة وزارة الصحة، والمطلوب أن تتخذ الدولة الإجراءات اللازمة لمعاقبتها وتسوية المخالفات اللي عم تحول نهر الليطاني إلى مجرور الليطاني.